الحرب على سوريا مثل ما شفناها يعني كانت حرب إعلامية أو سبقتها حرب إعلامية، عدا عن أنه نعتبر أنه هيدي الحرب ممتدة صار لها من عمر الحرب الاستعمارية على بلادنا ومن غزو العراق واحتلال العراق، أنه صارت بالأخير حرب مدمرة وغزو استعماري. وطلعنا لحتى نقول أنه للي خانوا سوريا واللي غدروا بسوريا أنه هؤلاء خونة عملاء، والحقائق بتقول أنه سوريا صمدت. الشيء الأساسي والهام بالنسبة للدكتورة سوريا بالنسبة لكتابها أنه هي من أول لحظة فهمت كل هذه اللعبة، يعني بالرغم من الشعارات الطنانة والرنانة من الديمقراطية والكرامة التي تتمسح بالغرب التي كانت في حضن إسرائيل وفي حضن الغرب، بالرغم من كل هؤلاء اكتشفت هي أنه هذه مؤامرة غريبة، مؤامرة غربية واستعمارية على وطننا، وأنه كل هؤلاء الذين يدعون الدفاع من أجل الديمقراطية ومن أجل الكرامة هم ليسوا إلا ناس عملاء باعوا الوطن من أجل حفنة من الدولارات.